بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى وحدة تعلمية في الظواهر الكهربائية لمستوى السنة الأولى، السنة الثالثة معذرة، من التعليم المتوسط. وهذه الوحدة هي الوحدة الأولى في الميدان والمتمثلة في نموذج التيار الكهربائي، وفيها بإذن الله سنتطرق إلى الموارد المعرفية الثلاث التالية: النموذج الدوراني للتيار الكهربائي، ثم مفهوم التيار الكهربائي المستمر، وثالثا جهة التيار الكهربائي المستمر أي الجهة الاصطلاحية له. إذن فبدون إطالة نبدأ مع النشاط أو الوضعية الجزئية المقترحة التي اقترحناها، ثم نمر إلى معالجتها من خلال النشاطات الواردة في الكتاب. إذن الوضعية الجزئية هذا نصها: لاحظ العناصر الكهربائية المبينة في الوثيقة المقابلة. إذن لدينا أربع عناصر. السؤال الأول يقول بين، يعني هنا المهام أو التعليمة، ماذا يطلب منا؟ بين دور كل عنصر من العناصر المعطاة في الوثيقة. ثانيا، أحد المولدين أو إحدى البطاريتين كتبت عليها الدلالة 9 فولت، والآخر كتب عليه الدلالة 1.5 فولت. ماذا تعني هذه الدلالة؟ ثالثا، وضع على طرفي كل مولد الإشارتين زائد وناقص كما نلاحظ في الصورة. ما مدلول هاتين الإشارتين؟ ما أهميتهما؟ السؤال الموالي، كتب على المصباح الدلالتان 6 فولت و 6 واط، ما معنى هاتين الدلالتين؟ خامسا، أرسم مخططا للدارة الكهربائية التي تثبت بها معنى وأهمية الإشارتين زائد وناقص. إذن نمر إلى معالجة هذه الوضعية الجزئية من خلال النشاطات الواردة في الكتاب، صفحة 78. أولا، النموذج الدوراني للتيار الكهربائي. يقول في هذا النشاط المقترح: تمعن، يعني لدينا ثلاث صور نجري بينها مقارنة. صورة لسكة القطار، وصورة لدارة كهربائية، وصورة لدارة الماء، يعني تحتوي على مضخة وعنفة وصنبور، والدارة الكهربائية فيها عمود أو مولد ومصباح وقاطعة، في حين في دارة القطار لدينا حاجز وعربات وعمال يدفعون العربات. يقول: قارن بين كل من حركة القطار على سكة مغلقة وتدفق الماء عبر أجزاء تركيبة الماء مع اشتغال مصباح في دارة كهربائية. إذن وأعطي لنا هذا الجدول لنجري المقارنة بحيث نماثل، قال أفسر أو فسر، ماثل على الجدول التالي بين الدارة الكهربائية ومركبات نموذج القطار والنموذج المائي. إذن العمود الأول يحتوي على نموذج القطار، العمود الثاني الدارة الكهربائية، العمود الثالث النموذج المائي. إذن فالقطار عمله يعتمد على العربات، يعني يتكون من مجموعة من العربات. ماذا يقابله في الدارة الكهربائية؟ فالدارة الكهربائية لديها مولد وأسلاك ومصباح على سبيل المثال، يعني ما الذي يقابل العربات؟
ففي الأسلاك موجودة جسيمات غير مرئية تسمى الدقائق الكهربائية، وهي التي تقابل العربات في القطار، وهذا ما درسناه في السنة الأولى. ماذا يقابل العربات والدقائق الكهربائية في الدارة الكهربائية؟ بالنسبة للماء، الذي يقابل ذلك هو جزيئات الماء أو حبيبات الماء. في السطر الثاني يقول لدينا في الدارة الكهربائية شيء اسمه التيار الكهربائي. ماذا يمثله في نموذج القطار؟ في نموذج القطار يمثله الحركة الإجمالية لعربات القطار أو حركة القطار. في النموذج المائي يمثله التيار المائي أو سريان الماء. ثم في نموذج القطار يقول لدينا حواجز غير قابلة للعبور، يعني حواجز مغلقة. بالنسبة للدارة الكهربائية، الحواجز غير القابلة للعبور تتمثل في قاطعة مفتوحة. عندما تكون القاطعة مفتوحة لا يعبر التيار أو لا يسري التيار في الدارة الكهربائية. في نموذج القطار عندما يكون الحاجز مغلقا لا يمر القطار. في النموذج المائي كذلك الحنفية مغلقة فلا يمر الماء. لاحظ يعني التمثيل كيف يختلف من حالة إلى حالة. لكي لا يمر التيار في الدارة يجب أن تكون القاطعة مفتوحة. لكي لا يمر الماء في الدارة يجب أن تكون مغلقة. لكي لا يمر القطار يجب أن يكون الحاجز غير قابل، بمعنى يكون مغلقا. نمر إلى السطر الموالي، يقول لدينا دارة كهربائية مغلقة، ماذا يقابلها في نموذج القطار؟ يجب أن تكون السكة مغلقة. السكة مغلقة يعني لا يوجد انفصال أو فتح على مستواها لكي يستطيع القطار أن يتحرك في هذه السكة بسلاسة. إذا الدارة الكهربائية قلنا مغلقة، هنا ينبغي أن يكون الصنبور أو الحنفية مفتوحة. علينا أن نفتح الصنبور أو الحنفية لكي يتدفق ويمر الماء. في نموذج القطار لدينا عمال هم الذين يدفعون العربات كما هو موضح في هذه الصورة. هنا قطار يعمل يدويا، يعني العربات يدفعها العمال. فالتيار الكهربائي ما الذي يدفعه في الدارة الكهربائية؟ لا شك أنكم تعرفتم عليه، هو المولد أو البطارية. وفي النموذج المائي من الذي يدفع التيار المائي؟ أكيد هو المضخة. إذن هذا هو وجه المماثلة والمقارنة بين التيار الكهربائي ونموذج القطار والنموذج المائي، يعني لكي يعطيان لنا صورة تقريبية. ونحن لجأنا أو المتبني لهذا البرنامج تبنى نموذج القطار والنموذج المائي لصعوبة إدراك التيار الكهربائي، لأنك تتكلم عن شيء غير مرئي. لهذا تم الاستعانة بالتمثيل أو المحاكاة من خلال أو اختيار نموذج القطار والنموذج التيار المائي. المحطة الثانية، ما هي الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي؟ إذن هنا كذلك النشاط المقترح، الوسائل المستعملة تتمثل في بطارية مسطحة، قاطعة، صمام كهروضوئي، أسلاك توصيل، نضيف لها مصباح إن أردنا. يقول جرب ولاحظ ما هو الرمز النظامي للصمام الكهروضوئي وما هي خاصيته. إذن الصمام الكهروضوئي رمزه هذا هو وسنراه في المخطط. وما هي خاصيته؟ الصمام الضوئي يسمح بمرور التيار الكهربائي في اتجاه واحد، أي هو مستقطب له مدخل ومخرج. إذا جاء التيار من جهة المدخل يمر، أما إذا جاء من جهة المخرج فإنه لا يمر، لا يسمح له بالمرور. إذن يقول ركب دارة كهربائية بالوسائل المذكورة ثم أغلق القاطعة، ماذا تلاحظ؟ ثم أقلب التوصيل بقطبي البطارية، ماذا تلاحظ؟ إذن لدينا هذه هي صورة لتركيب الدارة في الحالة الأولى، يعني سنركب بكيفية أولى، كيفية عشوائية. إذن لدينا هذا هو التمثيل النظامي الذي طلبه منا. ما هو الرمز النظامي للصمام الكهروضوئي؟ هذا هو رمزه النظامي.
وصلنا أحد طرفي الصمام بالقطب الموجب للبطارية، والطرف الآخر وصلناه بالمصباح، ثم الطرف الثاني المصباح يعود إلى البطارية. يعني بهذه الكيفية تكون الدارة مغلقة. لاحظ أننا لم نستعمل قاطعة، يعني استعملنا التوصيل المباشر. في هذه الحالة يتوهج الصمام والمصباح، بما أنه صمام ضوئي يتوهج الصمام ويتوهج المصباح. ثم قال اقلب التوصيل بقطبي البطارية، يعني يكون التركيب بهذه الكيفية. لاحظ ما الذي تغير؟ لم نغير لا موضع المصباح ولا كيفية تركيبه، ولا موضع الصمام ولا كيفية تركيبه، فقط قمنا بقلب البطارية. يعني كان الموجب هو المتصل بالجهة المسطحة لهذا المثلث، ثم هنا عكسنا المسألة، يعني صارت الجهة السالبة هي الموصولة بهذه الجهة المسطحة أو قاعدة المثلث الذي هو رمز الصمام. إذن في هذه الحالة، في هذه الصورة، يعني عندما نقلب بهذا الشكل نلاحظ أنه لا يتوهج لا الصمام ولا المصباح. بماذا أفسر ذلك؟ أو كيف أفسر ذلك؟ يعني لم يبقى لنا إلا خيار واحد. يعني هنا في هذه الحالة، بعبارة أخرى، في هذه الحالة مر التيار الكهربائي، وفي هذه الحالة لم يمر التيار الكهربائي. إذن فماذا نفهم؟ أن التيار الكهربائي له اتجاه واحد في الدارة الكهربائية يسري وفقه. يعني ما دام في الحالة هذه مر التيار الكهربائي وفي الحالة هذه لم يمر، نفهم بأن التيار الكهربائي حينما يخرج من المولد له مخرج ثابت لا يتبدل. نصطلح على أنه خرج من الموجب. لنلاحظ إذا خرج من الموجب فإنه يستطيع أن يمر في هذا الاتجاه، لأن هذا مدخل للصمام وهذا مخرج، ويمر المصباح وتكون الدارة مغلقة ويتوهج العنصران وتبقى الدارة في سريان. حينما قلبنا يأتي التيار من الجهة الموجبة، يأتي التيار من الجهة الموجبة يريد أن يمر إلى المصباح ثم إلى الصمام، فيجده لا يسمح له بالمرور، فبالتالي يتوقف لا يمر. وحينما لا يمر لا يتوهج لا مصباح ولا صمام. لو كان التيار يغير اتجاهه لجاء من الجهة السالبة ومر، يعني ويتوهج الصمام والمصباح مثل ما حدث في الأولى، ولكن هذا لم يحدث. بما أن هذا لم يحدث فهذا يدل على أن التيار الكهربائي له اتجاه واحد في الدارة الكهربائية يسري وفقه. وهذا الاتجاه اصطلاحا يعني اتفاقا هو من القطب الموجب إلى القطب السالب في الدارة الكهربائية. نقول في الدارة الكهربائية، بمعنى يخرج التيار من الباب الموجب للبطارية مارا في الأسلاك ثم في الصمام ثم في المصباح ليعود إلى الجهة السالبة. معناه داخل البطارية سيستمر من السالب إلى الموجب. إذن هذا بالنسبة للتفسير. قال فسرنا الآن، هل التيار الكهربائي المستمر جهة سريان؟ حددها إن وجدت. نعم له اتجاه اصطلاحي هو من الموجب إلى السالب في الدارة الكهربائية. ما هو التيار الكهربائي المستمر الآن؟ حدد على المخطط الكهربائي لدارة كهربائية بسيطة لجلاء الإصلاح التيار خارج المولد وداخله. إذن الذي نستنتجه أن التيار الكهربائي المستمر ما هو إلا الحركة الإجمالية الآنية، يعني اللحظية، وفي الجهة نفسها. التيار الكهربائي المستمر هو الحركة الإجمالية الآنية وفي الجهة نفسها. لمن؟ حركة من؟ حركة الدقائق الكهربائية التي سنتعرف عليها في مستوى السنة الرابعة باسمها الصحيح. إذن قلنا التيار الكهربائي المستمر هو الحركة الإجمالية أو الآنية وفي الجهة نفسها الدقائق الكهربائية في دارة كهربائية مغلقة، حيث هذه الدقائق تملأ كامل الدارة الكهربائية. يعني لا يوجد مكان من الدارة الكهربائية فارغ أو خال من الدقائق، فهي مملوءة مثل ما رأينا العربات في السكة المغلقة أو الماء في الدارة المغلقة.
دون تراكمها، يعني دون أن تكون هذه الدقائق متراكمة أو مكدسة على بعضها، حيث يعمل المولد الكهربائي على تحريكها بمجرد غلق الدارة الكهربائية. إذن هذا بالنسبة لمفهوم التيار الكهربائي المستمر. الآن يطلب منا أن نحدد مخطط أو نحدد اتجاه الدارة الكهربائية، تحديد الجهة الاصطلاحية للتيار المستمر على مخطط الدارة الكهربائية خارج المولد وداخله. إذا نمثل الدارة الكهربائية كما نلاحظ تمثيل المولد للتيار المستمر. العلامة الدالة على أنه مولد للتيار المستمر هي وجود الإشارتين المختلفتين، الإشارة الموجبة هو باب الخروج أو المخرج للتيار، والإشارة السالبة هي باب الدخول أو مدخل التيار إلى المولد. إذن حينما نلاحظ التيار يخرج من القطب الموجب في الدارة الكهربائية من البطارية، يسري عبر الأسلاك ليمر إلى أجهزة الاستهلاك والاستقبال كالمصابيح وغيرها، ثم يخرج منها عائدا عبر الأسلاك إلى الجهة السالبة للمولد، وبالتالي سيدخل إلى المولد من الجهة السالبة ليخرج من الجهة الموجبة كما تلاحظ. إذن هذا بالنسبة لما هو مطلوب في هذا الجزء. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة ومن هذا التقديم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.